الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. قولغا ركن إيماني إذا جينش ثاني الله ودوستن دول جينش إيمان دولار. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. الله واستقلر ميل دوستن دول جينش ثاني إيمان دولار. ونؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. أخا إذا ديل دوش ديل قمي الخلرة إيمان دول. وأنها منزلة غير مخلوق. إذا إشتا إجينش كويلن تخلرة وش الله هو دين دين دول قمي الخلرة إيمان دول. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. إشتا إيمان دول الله هو خور إلجن ثاني جين دوسن خلر. نؤمن بمعلمنا الله من أسمائها. إشتا إيمان دول الله وين خائتن يول تيرش يولش أتجينشت. القرآن القرآن التوراة التوراة الإنجيل إنجيل ثاني الزبور الزبور صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى إيش وين خينا شو تارت إيمان دلوقتي. نؤمن بما فيها من أخبار وأحكام. إيش أتجين شو حد يحكي دول خبر تاني أحكام تاني إيمان دلوقتي. لكن لا نأخذ ولا نطالع إلا القرآن والسنة. دلا حوي حويج دول دين ميتشر ويج توي قران شورا سنة شورا حويج توي. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها. أت حغين دول جين شي تاني إيمان دولا دلا حويش يوش شتان دا بالتا بوي.